بلال، كيف كتشوف الحالة ديالك؟ سينا كتشوف شنو كاين كلام معايا سكارفيس وسام ومعاملة هنايا؟ معاملة عادية جدا من غير طبيبة، ما كيجي طالع لك حتى شي واحد، ما كيتكلم لك حتى شي واحد. كتجي لي فيرميير كده تشوفك شنو خصك لازم لك شي دواء باش تمشي صافي. شنو كطلب دابا؟ كنطلب الناس تعاوني توقف معايا وشوفوا لي شي حل، لان تي هضر نحس براسي ناقص راجع الله ولا نمشي نمشي نقود، لان تعذبت بزاف كنحس بزاف مع المرض ديالي ودابا مبقى لي شي قد ما فات، كنحس براسي مبقيتي هو هذاك، لا من ناحية النفسية ديالي ولا من ناحية العلاج ديالي. واخا واخا نشوف العملية. شوف اخوتي، هادشي هذا واش غنقدروا نسكتوا عليه؟ واش غنقدروا نخليو هاد الشاب هذا اللي في مقتبل العمر اللي 21 سنه نخليوه في هاد الحاله هادي؟ شو مصرعنا عنده خرجه هاد السيد بلا سكانر بلا حتى شي حاجه، حالته كتسوء نهار على نهار، مع ان هاد الشاب هذا متشبت بالحياه ودي دي باسا بزاف ديال المراحل. ملي وصلنا النهاية العلاج ديالو كلشي تراجع، لا من الاطباء ولا من لي زانفيرميير ولا من المعامله ولا حتى من الناس اللي هما تالي بلاكيت ما جبرناهمش. فاللي هذا حنا كنجدو الوزارة الصحة انها توقف مع هذا الولد هذا، حيت ما بغيناهش يضيع. هذا الولد ما بغيناهش يضيع، حنا سيمانه وحنا كنجريو على الدم. شوفوا الحاله اللي هو فيه، شوفوا الحاله ديال الام ديالو، شوفوا الحاله ديالنا حنايا كاملين اللي قالوا حنايا بعدا ما عملنا والو، ما وقفنا ما مشينا ما جينا. هالحاله ديال بلال هذا كيتعتبر اخ بلال ماشي صديق ديالو، كيتعتبر الاخ ديالو اللي تبع مراحل ديال المرض ديالو من ا جوسكا زيت. ابار حنايا ها بلال، الناس اللي تاخد كيهضروا على بلال وكيقولوا خصهم يطمنوا على صحه بلال. بلال خصو 20 ديال لي بلاكيت في النهار ابار الدم نورمال، حنا اليوم ما توفرناش لا في طنجه ولا تطوان، تربط ما كاينش، عنطروا ديبلاصاو الفاس. الناس اللي خرجوا بتصريح وقالوا حنا ما عملنا والو، حنا راه مخلينا فيه مشينا، دابا كيبقى الباقي الله سبحانه وتعالى ووزارة الصحه. هادشي اللي كنطلب ولا اله الا الله. السلام عليكم، حنا كنتمنى منكم ورحموا والديكم تعاونوا هاد الشاب بالدم، هاكي طالب الدم بزاف، وانا بيدي خصني ولدي يعيش وينوض، راه شحال هو كيتعالج دابا سيمانه وهو كينزف بالدم، ودابا طلبت له الطبيبه 20 شكيره د الدم في النهار. كنتمنى منكم الله يوقف معكم، الله يرحم والديكم، تعاونوا هاد العائله. خوتي لا ما وقفناش مع بلال، راه ما عجبوش اللي وقف معايا، لا انا ولا مع هاجر ولا مع نجوى ولا مع ابو جمعه ولا مع اسامه، كاملين بينا متعرضين لهذا المرض هذا. خوتي بالنسبه لبلال كما كتشوفوا الحاله ديالو، راه ما وقفناش مع بلال كما قالت ياسمين، راه غدا ولا بعدا تكون في كنتينا، خصنا كاملين بينا نهضروا ماشي نبقاو ساكتين، حيت كما بلال مريض غدا ولا بعدا راه غتكون في واحد اخر. بلال دابا اليوم حنا ما خلينا ما درنا، يعني تواصلنا مع الوزاره، تواصلنا مع جميع الناس اللي ممكن اننا نتواصلوا معهم في هذه البلاد هذه، لحد اليوم ما كاينش حل اللي هو معين. الولد يعني الحاله ديالو كتسوء، ما كاينش تشخيص معين للحاله ديالو، خصنا الحل، خصنا الاداره ديال المستشفى دير لنا الحل، يا اما يتكلفوا به هنايا يا اما يعطيونا اوتوريزين نقلوه لبلاصه اخرى باش يكمل العلاج ديالو. بلال سات الحاله ديالو كيف ما كتشوفوا، ولهذا كنطالبوا وزاره الصحه تتدخل باقصى سرعه باش ما نخسروه شي، ونيت يشوفوا معنا شي حل دي بلاصي وحسن الكازا. حنا كنطلبوا من وزاره الصحه انها تساعدنا في اقرب وقت ممكن باش نشوفوا بلال، وحنا كاملين بينا
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.